يسعد صباحك سلمى وصباح النشاط. صباح الخير لك فرح، وصباح الخير لميسان، وصباح الخير لكل مشاهدي صباحنا غير والاخباريه السوريه. مثل ما قلتوا نحن الان متواجدين بصاله نادي جلاء لحتى ننقل معكم مباشره على الهواء وقاع ماراثون اي لاف دمشقوس اللي هو برعايه محافظه دمشق. هذا الماراثون يمكن مثل ما انت شايفه وراي في تجمع عدد كبير من الساعه 8 العالم عم تتجمع هون، في رساله كثير كبيره جايين نقولها اليوم السوريين. امبارح كان نصر نسور قاسيون احرزوا نصر بالرياضه، واليوم السوريين عم بيقولوا هون كلمتهم مهما صار نحن موجودين ونحن عايشين. وايضا رح حاول استطلع معكم شو رح يكون جدول لهذا الماراثون ومع المنظمين. يسعد صباحكم. صباح النور. تعرفيني بنفس سالي الصفدي. سالي انت من فريق دمشق التطوعي. احكي لي شوي اليوم الماراثون شو الرساله اللي جايين نقولها؟ الماراثون هو جايين نفتتح صراح اي لاف دماس وعاملين مهرجان الوان بساحة الامويين، وهو تجمع شباب وصبايا ومشان الكل ينبسط. وهون في فرقه وبعد شوي جاي دي جي توزيع جوائز وشيء كثير حلو حينبسطوا فيه ان شاء الله. يعني هي يمكن فعاليات الواحد بالبدايه بيشوفها عاديه، بس لما بيشوف كميه هالناس اللي جايين تحضروا من برا من استراد المزه لهون، هذا الشعور قد ايه بيمنحكم؟ يعني في جهد كبير اكيد كمان انتم تعبتوا صلكم كذا يوم عم بجهد. صح مزبوط، والحمد لله هي فرحه العالم اهم شيء لما نلاقي البسمه مرسومه على وشهم. وهو افتتاح صرح اي لاف دمشقوس هي بدايه مشاريع ل 2017. شكرا كثير لك. اكيد حنكون متابعين. كمان معي من المنظمين، مرحبا تعرفي. اهلا وسهلا يسرى بشتاوي. يسرى احكي لي، انت اكيد من الشباب المنظمين، قد ايه بيعني لك التواجد بهيك فعاليه؟ وقد ايه حلوه نقول نحن بنحب دمشق وبنحبها فعليا، يعني شايفين الناس قد ايه لبت النداء لتيجي؟ يعني نحن صار لنا اكثر من فتره معينه عم نشتغل ونتعب بس مو نايمين، نحن اجينا الفعاليه مالنا نايمين، كل هذا الشيء بيستحق التعب اللي تعبنا كرماله، وان شاء الله يا رب بنرجع عنا الفعاليات وهالبسط للكل يعني، ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب، ميرسي. اهلا وسهلا. ايضا معي من المنظمين، مرحبا تعرفي. هلا انا علي العلي من فريق شباب دمشق التطوعي. قل لي علي، كيف شعورك بعد طبعا هالتنظيم وهالشغل الطويل اليوم وانت شايف هاي النتيجه وهالناس وهذا الحب؟ وصلت رساله انا احب دمشق؟ هلا نحن كانت هالفكره كنا نجمع الشعب السوري ببعضه ونخليه هيك رايق ومبسوط، لانه بتعرفي حرب كانت صار لها 6 سنين، قلنا حنا نجمع الشعب كلياته بماراثون بسيط. هلا حيكون ماراثون بعد هالماراثون في ماراثون على ساحه الامويين، حيكون في ضريح اي لاف دمشقوس، حيكون بدايه نشاطات 2017. شكرا كثير لك. الله يكرمك. يعني مثل ما انتم شايفين معي في عدد كبير من الناس، انا رح احاول استطلع معكم واخذ بعض الموجودين كمان. مرحبا. مرحبا. كيف شايف الجو؟ وفعلا حسيتي انه اللي اليوم جايين نحن نقوله انا احب دمشق اتحقق؟ اكيد تحقق، اذا عهيت كل هالعدد الكبير اكثر من توقعاتنا بكثير ولسه في ناس عم تدخل، هو هذا مشان بس يكون في حشد شباب مشان لقدام، حيكون دائما في فعاليات اي لاف دمشقوس احب دمشق مشان تجمع طاقات هالشباب دائما بشكل دائم. ما كنا متوقعين هذا الاقبال، بتجنن ما بعرف اذا هي السوريين دائما موجودين. أكيد. شكرا كثير. اهلا وسهلا فيكم. هلا رح احاول اخذ اكبر قدر ممكن معكم من الناس اللي متواجدين ومن الشباب. مرحبا صباح الخير. صباح الخير. نحن هلا عم نحاول نرصد على هوا الاخباريه مباشر الناس اللي متواجده. قولي لي كيف شايف الجو؟ حلو كثير، انبسطنا كثير. ان شاء الله عطومك. تسلمي. هلا يعني عم حاول اكون معكم شوي، شايفين هلا وراي تماما فرقه شلبيه اللي هي عم تعزف اغاني من الصبح. في عدد كبير من المتطوعين من الناس اللي اجت تحضر من الفرق الشبابيه وايضا من السوريين اللي حضروا اكيد على وسائل التواصل الاجتماعي الدعوه لماراثون اي لاف دمشقوس. في كمان اطفال، في شباب. مرحبا صباح الخير. صباح النور. يا احكي لي كيف سمعت عن الماراثون وشو رايك بهالمره؟ هلا كانت الدعايه هو عليه على الفيس كثير كانت قويه، طبعا هو شيء حلو انه التشجيع يحس الواحد بلده قد ما كان، شو ما يحسن يقدم للبلد يقدم فيها، ونشاط كثير كان حلو. يعني اليوم الجمعه وناس فايقه بكير وكله جاي واعداد كبيره، برايك قدرنا نوصل اليوم رساله انا احب دمشق؟ طبعا قدرنا نوصل لانه ما نمنا، ضلينا سهرانين وجينا ما نمنا، يعني وصلنا نهار بالليل لحتى نحضر هذا النشاط. طبعا اي لاف يو دمشقوس. ميرسي. شكرا.
عم نحاول نرصد معكم اكبر قدر ممكن من الناس المتواجدين. مرحبا، صباح الخير. مرحبا، اهلا. اوكي تفضلي. اول شيء تعرفيني بنفسك. الدكتوره ميرزات عبود من المنسقين المشرفين على الماراثون. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. فريق شباب. يعني مثل ما نحن شايفين اعداد كبيره من الناس، هل كنتم متوقعين هي الاعداد كلها؟ هلا اكذب عليكي اكيد لا، يعني بس امبارح قد ما صار ضغط على الفيسبوك حتى اضطرينا نقول لهم انه السرح هو ملك كل اهل سوريا بشكل عام واهل الشام وشباب الشام وشباب سوريا، فقلنا لهم اللي بيحب يجي لو ما في تيشيرت بيقدر يجي لابس تيشيرت بيضاء، لانه بصراحه هو نحن ماسكين رافعين هدف يعني مع بعض كل شيء بيصير حلو، فاكيد كل ما كانوا الشباب اكثر كل ما حسينا انه في دعم اكثر، وخاصه هلا بالتوازي مع الحرب انه في حرب اكيد بس نحن مو واقفين هون، وهي بدايه ل 2017 ان شاء الله حنكون نحن عايشين مبسوطين بحمايه الجيش العربي السوري، عم نساعد بالبناء، عم نساعد بالتعليم، اللي عم يدرس اللي عم يشتغل، هذا كله بشكل موازي لعمل الجيش العربي السوري. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه. اهلا فيكم. اهلا هلا. مثل ما شفتوا معي فرح وميسان ومشاهدينا، حاولنا شوي نرصد وننقل معكم الناس، حب الناس لدمشق اللي بيجمعنا اليوم اكيد هو حب سوريا، واكيد نحن مستمرين دائما بفضل تضحيات الجيش العربي السوري. رح كون معكم بعد قليل بنقل ثاني لنشوف الماراثون من هون رح ينطلق لساحه الامويين، واكيد كلياتنا اي لاف دمسكوس. يعطيكي العافية سلمى، وبدنا نشكرك على هي التغطية المميزة، وأكيد بدنا نشكر كل من إجا ساهم ورفع اسم دمشق. كلياتنا منحب دمشق، وكلياتنا دائما مثل ما قلتي يمكن سلمى أنه كلياتنا من مكان عملنا عم نثبت يمكن قد نحن فعلا في وفا وفي حب لهذا البلد العظيم بتضحياته والعظيم بخيراته. شكرا لك سلمى. يعطيك العافية.